السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخ وصالح عملك. وفي عمرك بارك الله وفي صالح عملك بارك الله. ماعزك بقول لحضرتك يا شيخ، أنا جيت سألت عن حضرتك على قرص النحل، هل قرص النحل التداوي دي حلال؟ قلت لك لم يرد نص عن رسول الله في التداوي بقرص النحل، أما كونه حلال أم حرام فمسألة تنبني على المفسدة والمصلحة وعلى غلبة الظن بالشفاء، لأن هناك نهي عن قتل النحل، هناك نهي عن قتل النحل، لكن لا أستطيع أن أحرم إذا دعت إلى ذلك مفسدة، شكرا، إذا دعت إلى ذلك مصلحة. شكرا يا شيخ.